أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. قامت قوة حكومية بالاعتداء بالضرب على عدد من النساء في منطقة الجادرية في العاصمة بغداد، ووثقت كاميرات المراقبة لحظة الاعتداء التي جوبهت بموجة من الغضب الشعبي والسخط بعد هذا الاعتداء الصارخ بحق تلك النساء. تداول المقطع عشرات الصفحات أو تداولت عشرات الصفحات هذا المقطع على منصات التواصل الاجتماعي. طالب المدونون والمواطنون بمحاسبة هذه القوة وإحالتها للتحقيق بعد هذا الاعتداء، سيما بأن هذه القوات تقف عاجزة أمام مقرات الأحزاب والميليشيات المتجاوزة على المال العام وتحاول تطبيق القانون على المواطن الفقير فقط. دعونا نتابع المقطع التالي. نشاهد الآن كيف يقوم هذا الضابط بضرب النساء. يأتي عنصر آخر وكذلك يعني يحصل يقوم الآن بضربها بشكل واضح وبشدة، يعني كأنه داخل إلى حلبة ملاكمة أو بأنه يواجه رجلا مثله. طبعا هذا المقطع يعني أثار غضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع، وتحدث يوم أمس واليوم الكثير من العراقيين على منصات التواصل إن كان على فيسبوك أو على تويتر حول هذه الحادثة التي اعتبروها إهانة للمرأة وعدم انضباط القوات الحكومية التي تقف عاجزة كما ذكرنا قبل قليل أمام الميليشيات والأحزاب التي هي أصلاً قد استولت منذ العام 2003 ولغاية الآن على أملاك الدولة وعلى أملاك الناس إن كان في العاصمة بغداد بالتحديد أو في المحافظات العراقية الأخرى. طبعا عبر العراقيون عن غضبهم في منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع بعضا من التعليقات على منصة فيسبوك حول هذه الحادثة. منهم من قال: شيماء أحمد العاني قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، يرضاها على أخته على زوجته تنظر بهيج، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت أحمد قال: زلم تالي وكت لك الحرمة بشارب الخير، لو ماكو خير بعد بهاي الحكومة. حمودي الحسناوي قال: ما أدري شحكي بس أقول الرتبة راحت هيبتها وفعله ومقامه من وراء الشكولات. مهند قال: نتائج ومخلفات ضباط الدمج اللي أسسوها الأحزاب. أظهر مقطع فيديو مدير شرطة الفلوجة العميد جمال الجميلي وقائم مقام المدينة يحاسب باعة الخضار في أحد أسواق المدينة ويهددهم بالاعتقال في حال تم بيع الطماطم بسعر مرتفع كما يقول بسبب رفع الأسعار واستغلال الناس حسب وصفه. طبعا انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصرفات ووصفوها بأنها استعراضات إعلامية للترويج عن طريق تهديد أناس ليسوا بأصحاب قرار في رفع وخفض الأسعار، بل بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة والتجار والأتاوات المفروضة في السيطرات الحكومية والمنافذ التي تهيمن عليها الميليشيات. في البداية دعونا نتابع هذا المقطع من مدينة الفلوجة. شكل طماطم ليش بل بحجي؟ بحجي شو اللي خلاه؟ ها؟ اسمحوا لي عوفنا اليوم قبل بيش كامت الطماطم؟ ليش مو بخمسمية؟ رجعها بخمسمية. من اللي باع لك يا أخويا؟ القيصرية وانا مقدم معتز عقد معتز العفو. أبو اللي باع لهم يا شو اسمه؟ أخذ التاجر اللي باع لهم البضاعة اليوم حتى يستقلوه. أخويا ما أسمح لك ترجعها بخمسمية، تبيع بخمسمية تفتح، ما تبيع بخمسمية ما أسمح لك تعزل، راح أشيل لك يا الأمانة ترجع مثل ما كانت الأسعار ولا أعتقلك بالكل بدون استثناء. إلك وعليك أخذ لي اسم اللي باع له حتى أعتقله، ونسى ترجع أسعارك لخمسمية، ترجع أسعارك مثل ما كانت سايدة، لا تستغلون
مأساة المواطنين. ردا على هذا التصرف لمدير شرطة الفلوجة، علق عراقيون على منصة فيسبوك، ومنهم من قال: سمير جاسم قال ما ظل احترام الرتب، عميد جاي يفتر ورا الطماطة يقول، محمد قال هذا كله إعلام، القانون على الفلاح والفقير والبقال، أما الرؤوس الكبار تفرهد ما يحلو لها. مصطفى النعيمي علق وقال هذا مو حل، يصورني على الفقرة، السبب من التاجر والسبب الأول من الضرائب والمنافذ، روح حاسبوهم بعدين على الفقرة، هي مو مال اشتهار. محمد علق وقال أو البسطية زارع الطماطة بالحديقة ويبيع البلد كله، راح مليارات دعا تطلع للخارج يا طماطة يقول. تصدر واسم الحرية لمعتقلي كربلاء قائمة الترند الأعلى تداولا على تويتر في العراق بعد تصاعد المطالب الشعبية لإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في محافظة كربلاء والذين اعتقلتهم القوات الحكومية وأمن الحشد والعتبة بعد رفعهم لصور شهداء ثورة تشرين والأعلام العراقية أثناء مراسم الزيارة الأربعينية. حذر الناشطون في تغريداتهم القضاء من الانصياع لتهديدات الميليشيات والأحزاب الحاكمة وإلصاق تهم كيدية بالمتظاهرين الأحرار من أهالي كربلاء وبقية المحافظات. دعونا في البداية نشاهد هذا المقطع. ونقرأ بعض التغريدات تحت واسم الحرية لمعتقلي كربلاء على منصة تويتر. روان غررت وقالت هل أصبح حمل صور شهداء الوطن ممنوع؟ تتساءل هل أصبح حمل راية الوطن ممنوع؟ الحرية لمعتقلي كربلاء. راجعين تشرين رباب غررت وقالت من مثلنا نحن العراقيون نسقي أرضنا من دمنا فتطلب المزيد، ومن يطلب من العراقيين يعرف جيدا أنهم لا يبخلون. عباس غرد وقال الحرية لمعتقلي كربلاء، والله بكربلاء حسيت اللي يرفع العلم العراقي منبوذ وليس محل الفخر، لماذا البعض أصبحوا هكذا لا يفتخرون بعلم بلادهم وكأنما علم الولائية أقدس من علم العراق اللي هو شرفهم كلهم. الحرية لمعتقلي كربلاء علي قال الحرية لمعتقلي كربلاء الذين كان كل ذنبهم رفعوا صور شهداء التظاهرات وهتفوا ضد كل من دمر العراق إيران وأمريكا على حد سواء، لذلك هم اليوم متهمين من قبل الأحزاب وميليشياتها عند القضاء العراقي الذي ربما سيرضخ لتهديد الأحزاب وميليشياتهم. أطلق ناشطون ومغردون في تويتر واسم البرلمان لا يمثلني بسبب تصويت البرلمان على تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعها على المحافظات بحيث تكون مساوية لعدد كوتا النساء في تلك المحافظة. المتظاهرون رفضوا محاولات الالتفاف على المطالب الشعبية للمتظاهرين التي تميل لقانون الدوائر الصغيرة وليس المتوسطة بحسب الناشطين. نشاهد إحدى رسائل الناشطين من ساحة التحرير في بغداد حول هذا الموضوع ونعود إليكم. برلمان العراق على الدوائر الانتخابية المتوسطة بمسمى آخر هدفهم بقائهم في السلطة. العراق الآن يناديكم يا تشرينيين حتى لا نجعل العراق غنائم يوزع بين الأحزاب والمتنفذين باسم البرلمان والقانون، لا تدعوهم يسرقون حقكم في الانتخابات. الآن انطلق هاشتاغ من ساحة التحرير البرلمان لا يمثلني. البرلمان عقد جلسته وأقره دوائر وسطية، هذا التفاف على مطالب الشعب
والتفاف مثل كل مرة يسووها ويسرقون جهود الشعب ويصادرون مقررات الشعب. احنا بالنسبة لنا نرفض القانون اللي أقر سابقا، قانون الدوائر الصغيرة هو القانون اللي خرج من رحم تشرين. على البرلمان أن يرضخ لمطالب الشعب. أطلقنا هاشتاك اليوم 11/10، البرلمان لا يمثلنا. من أرض التحرير، قلعة الصمود، البرلمان لا يمثلنا. متابع بعضا من التغريدات تحت اسم البرلمان لا يمثلني على منصة تويتر والذي تصدر الترند يوم أمس في العراق. هاشم الفاسدون أو الفاسدين كما قال هو، حالفين ما يبقون شيء من مكتسبات تشرين، آخر شيء عندهم احتالوا على قانون الانتخابات، مشوا دوائر وسطية بدل الصغيرة، ما نترجى من النواب، صعدوا بالتزوير، أي خير، البرلمان لا يمثلني. علاوي غرد وقال برلمان بيه الحلبوسي وحسن الكعبي وعمو صباح، تريدو يمثلني؟ البرلمان يمثل الدولة العميقة وليس الشعب. علي وليد غرد وقال تصويتهم ما هو إلا إعادة تدوير النفايات، لا تسمح لهم أيها التشرينيين. محمد يوسف غرد وقال هل سن البرلمان قانونا يخدم مصلحة الشباب العاطل عن العمل؟ هل سن البرلمان قانونا يخدم مصلحة المواطن العامة؟ قلناها منذ فترة والآن نعيدها، البرلمان لا يمثلني، والآن نعيدها، برلمان فقط أداة بيد الأحزاب بسن القوانين التي تخدم هذه الأحزاب وتخدم مصالحها، البرلمان لا يمثلني. والآن إلى فقرة أنت ترى. وصلنا عبر خدمة أنت ترى مقطع مصور من محافظة بابل. المقطع يوضح طلاب السادس الإعدادي في قضاء جبلة وهم يحصدون معدلات عالية لأول مرة منذ سنوات. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. الأخوات التوأم، أنا ميلاد مهدي عبيد، حصلت على معدل 98.83 فضل الله سبحانه وتعالى، وأختي خديجة مهدي عبيد حصلت على معدل 99.17، والحمد لله والشكر، الشكر لله أولا، والشكر المتواصل لجميع من علمني حرفا، إلى الأساتذة المحترمين في المدرسة الحكومية وكذلك في التدريس الخصوصي، والحمد لله والشكر. ونهدي هذا النجاح إلى شهداء العراق كافة عامة وشهداء جبلة مدينة الشهداء خاصة. افتخر عندنا هيج الطلاب على العلم بأن أغلب المشرفين وأغلب المدرسين يأخذون بالنظر بأن قضاء كوثة أو من مدرسة مناطق هي من أحد المناطق الريفية اللي ما بيها معدلات، يعني ما بيها معدلات أو مدرسة القضاء أغلب نائي، بأن ماكو هيج مستويات علمية، بس الحمد لله وشكر لهم طلابنا الأبطال ثبتوا بأن أكثر هم أكبر من هذا الشيء وثبتوا رغم التحديات اللي مر بها البلد مالتنا، والحمد لله والشكر. مبارك للطلاب والطالبات هذا النجاح وهذه المعدلات. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. يجري تداول مقطع باعتباره اغتيال لضابط سعودي يدعى نايف بندر العسيري في تركيا. الصحيح بأن هذا المقطع هو عملية اغتيال في الأكوادور، حيث قتل ما يدعى خورخي فرناندو وهو العضو السابق في عصابة تتاجر بالمخدرات وتمارس عمليات القتل. طبعا تاريخ الحدث يعود إلى 2/1/2020. دعونا نتابع هذا المقطع أو الخبر المزيف الذي ادعى البعض بأنه عملية اغتيال ضابط سعودي في تركيا. الشوارع مختلفة طبعا، والحادثة تعود إلى شوارع الأكوادور في أمريكا اللاتينية وليس في تركيا. نذهب إلى البريد الوارد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مناشدة نطلقها من خلال قناتكم
ومنبركم الكريم لعل صوتنا يصل للمعنيين في المحافظات وفي حكومة بغداد. يعاني سكان مدن الزبير وصفوان والناصرية والسماوة وأبو الخصيب والفاو وأم قصر من الأمراض الخبيثة وعلى رأسها مرض السرطان الخطير، ولا يوجد في هذه المدن مستشفيات تخصصية لعلاج هذه الأمراض. نتمنى من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الالتفاف لمعاناتنا وأن يقوم بوضع حجر الأساس لإنشاء مستشفيات تخصصية من أجل علاج مرضى السرطان في هذه المدن، مع الشكر والتقدير لكم. نذهب الآن إلى الهاشتاج. تصدر وسم 25 تشرين موعد العراقيين الترند في العراق على منصة تويتر، وغرد الناشطون والمتظاهرون في تويتر على هذا الوسم للتحشيد لتظاهرة مرتقبة يوم 25 من الشهر الحالي، للتأكيد بأن ثورة تشرين مستمرة على خطاها ومطالبها بزوال جميع أحزاب السلطة الفاسدة. ورغم مرور أكثر من سنة على انطلاق الثورة، إلا أن أحزاب المحاصصة الطائفية مستمرة بمحاولات الالتفاف على المطالب وسرقة مكتسبات الثورة لمصالحها الضيقة، متجاهلة الوعي الجماهيري المتصاعد لدى الشباب العراقي بشكل عام وشباب تشرين بشكل خاص. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت وسم 25 تشرين موعد العراقيين والذي تصدر الترند على منصة تويتر. غدير غررت وقالت: شعب مثل العراقيين شاف هالكمية الهائلة من الظلم والدمار والجوع والفقر والإرهاب والفساد والتهجير وإلى آخره، المفروض ما يحتاج لتحشيد، على المود يطلع ثورة وينهي هذا الظلم كله. مدى أعرف ليش ساكتين ومدى أعرف ليش قابلين بوضعهم. حسين قال: العام الماضي كنت الظاهر مع صديقي الذي توفي بسبب التقصير في القطاع الطبي، كما هو التقصير في بقية القطاعات، هذا العام سأتظاهر وروحه رحمه الله. من الأخير هاشم يقول: وبدون لف ودوران كفيكم الله تشرين راجعة، وراح نسحق على رؤوس القادة والعبيد، شلع قلع والقالها وياهم، صفاء عمر المختار ثار أحمد و800 شهيد باقين، كلهم منتظرين بالساحات وبصوت واحد نهتف بالروح بالدم نفديك يا عراق. مرتضى غرد وقال: بدأ التحشيد لتشرين الثانية في المحافظات، التحشيد مو مجرد تتفق مع جماعتك ومعارفك اللي يعرفون الثورة، التحشيد هو أن تشرح الناس اللي عمرها ما وصلت للساحة شنو الثورة، شنو يعني نريد وطن، نريد تغيير. 25 تشرين موعد العراقيين. الآن إلى القصص المنوعة. الممثل والمخرج الأمريكي الشهير مارك رافيلو، صاحب شخصية الرجل الأخضر العملاق في سلسلة الأفلام الأمريكية The Hulk أي الهيكل، اتهم الكيان الصهيوني بممارسة الاضطهاد والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين. دعونا نتابع المزيد مع تقرير لموقع RT Online. My connection to Palestine came through Palestinian, and then watching, you know, this asymmetrical warfare being acted upon. We'll be right back.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.